قول لي محمد، ازاي يعني اتحولت فرقة درويش ابو الغيط من فرقة محلية بتغني في ابو الغيط او في الموالد لفرقة يعني بيقبل عليها الاجانب وعايزين يشوفوا شغلها؟ ازاي حصل ده اصلا؟ والله هي الشغلانة بتاعتنا دي هي وراثة ابا عن جدا، يعني انا من قديم الازل، ولكن كل حاجة بتتقدم. يعني انا موظف وزارة ثقافة، فجالي باحثين كتير جدا بيعملوا بحث عن الذكر، فابتديت من هنا. هم يقولوا لي ليه يا محمد ما تعملش برنامج، وليه ما تقدمش الفرقه بتاعتك؟ يعني الفرقه جميله، احنا بنيجي بنسمع هنا. لا احنا عايزين يعني ممكن انت تجينا، ممكن يبقى عندك حفلات في اماكن اثريه في مصر. فابتديت من هنا اعمل برنامج وقدمت الفرقه، والحمد لله في نجاح. يعني سافرت بره؟ سافرت كتير جدا. زي ايه مثلا؟ سافرت فرنسا، ايطاليا، رحت تركيا 4 مرات. وتفاعل الجمهور بقى، ممكن يكونوا ما بيفهموش الكلام اللي احنا بنقوله، ولكن هم احساسهم عالي جدا، يعني هم بيحسوا المزيكا. كانوا العوازل جنبينا، كنا بنحب بعضنا، قالوا عشنا وملحينا، ونسرى عشرك كم سنة، نحلب بطه نبينا. عابوا فينا ليه؟ احنا عملنا ايه؟ هم اللي عابوا، عابوا فينا يا ذا يا زمان، الحبايب عابوا فينا يا زمان، نسيوا عشرتنا القديمة واللي كان، عابوا فينا ليه واحنا عملنا ايه؟ هم الحبايب، الحبايب اللي عابوا.